بحث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ مع رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجمهورية العراق محمود التميمي تفعيل مذكرة تفاهم التي تم توقيعها في إطار أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت بالقاهرة العام الماضي. وخلال استقباله للمسؤول العراقي بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، أشار رئيس الجهاز إلى أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مؤسسات الإدارة العامة، وهو ما ينعكس بدوره على التطوير المستمر القائم في البلدين لآليات العمل بهذه المؤسسات، وذلك مع التأكيد التام على الترحيب بأي نوع من الشراكة والتعاون في مجال الإصلاح الإداري.